أهلا بكم مشاهدينا الكرام. قال المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ود الشيخ أنه سيتوجه قريبا إلى عدن وصنعاء لبحث وقف إطلاق النار واستئناف مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية، وأضاف أنه سيعمل على تكثيف الجهود لإيجاد حل سياسي للصراع، موضحا أنه سيتوجه إلى مسقط وعمان للقاء الأطراف الإقليمية. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما فرص نجاح المساعي الدولية الجديدة في انتزاع حل سياسي سلمي في اليمن؟ وهل باتت المعادلة العسكرية على الأرض كفيلة بإخضاع الانقلابيين للموافقة على الحل السلمي وفقا للمرجعيات الثلاث؟ إذن جولة مكوكية جديدة يخوضها المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ لبحث استئناف المسار السياسي لحل الأزمة اليمنية. من الرياض بدأت خطوات الوسيط الدولي وفيها التقى مسؤولين سعوديين ويمنيين وكذلك سفراء دول 18 الرباعية الراعية لجهود السلام. وإلى الدوحة وصل ولد الشيخ وفيها بحث مع وزير الخارجية القطري محمد بن جاسم أولوية المرحلة المقبلة لضمان حل سياسيا سلميا في اليمن، على أن يزور ولد الشيخ العاصمة المؤقتة عدن وصنعاء للقاء الأطراف المعنية. نبدأ النقاش ولكن بعد متابعة هذا التقرير. يبدو المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد كما لو كان يبدأ خطوته الأولى في طريق طويل يفضي أو لا يفضي للحل في بلد توشك الحرب فيه أن تنجز أهدافها. زار ولد الشيخ الرياض وأمضى فيها 3 أيام والتقى أمين عام مجلس التعاون الخليجي وسفراء الدول 18 في مؤشر على اضطرار ولد الشيخ للعودة إلى قواعد العملية السياسية التي تجاهلها بفعل الضغط القوي الذي مارسه وزير الخارجية الأمريكي المنصرف جون كيري. لا يبدو أن زيارة ولد الشيخ إلى الرياض قد انتهت إلى شيء يمكن الاعتماد عليه في إسناد تحركاته المقبلة، فالبيان الذي اختتم به هذه الزيارة يشير أكثر ما يشير إلى الطبيعة الاستشرافية لجولته الحالية المقرر أن تشمل أيضا كل من قطر والأردن قبل أن يتوجه ولد الشيخ إلى عدن وصنعاء. أوساط المبعوث الأممي تحدثت عن محاولة هذا الأخير تسويق نسخة معدلة من خطته للحل السياسي التي يبدو أنها لا تمتلك فرصا حقيقية للنجاح. حكومة الرئيس هادي ومؤيدو الشرعية في اليمن لا يخفون امتعاضهم من سلوك المبعوث الأممي الذي يرون أنه تجاوز التفويض الممنوح له من قبل مجلس الأمن. هذا التجاوز تجلى بشكل خاص في تحييد قرارات مجلس الأمن وتعطيلها والتركيز فقط على خطة الحل التي جاءت وفقا لهؤلاء على حساب المرجعيات الثلاث للعملية السياسية، وفي المقدمة منها قرار مجلس الأمن رقم 2216 الصادر تحت الفصل السابع. نسخة معدلة إذن وليس أي شيء آخر هو ما يحمله ولد الشيخ في مهمته التي تزداد صعوبة وتعقيدا وتتوارى أكثر خلف غبار المعارك التي لا تتوقف. إذن أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، ونبدأ الحلقة من الرياض مع رئيس مركز أبعاد للدراسات السيد عبد السلام محمد. مرحبا بك سيد عبد السلام. مرحبا بكم ولكل المشاهدين الكرام. أهلا بك سيد محمد. الحكومة اليمنية أبدت تحمسها لإحياء المسار السياسي، هل هناك حيثيات جديدة تجعل الشرعية تأمل في أن هذه المفاوضات هذه المرة أكثر جدية من سابقاتها؟ طبعا بالنظر لأداء الحكومة اليمنية خلال الفترة الماضية نجد أنها تمضي بالتوازي بين الجانب السياسي والعسكري. نعم. وأعتقد أنه بعد فشل محادثات الكويت ومشاورات الكويت كان الأولى بالحكومة اليمنية أن تربح على الأرض أكثر حتى تستطيع فرض خياراتها. الحكومة اليمنية ربما ليس أمامها إلا خيارين، هو إما الوصول لعملية سلام وسلام مستدام وليس سلام لإعادة الحرب يعيد الدولة وينهي الانقلاب، أو فرض السلام على الانقلابيين. وكل الأمرين يحتاج من هذه الحكومة أن تكون قوية على الأرض، وهو ما تحقق خلال الأيام الماضية أو خلال الأشهر الماضية منذ توقف المشاورات مشاورات الكويت وفشل أي تحرك لمجلس الأمن لفرض عقوبات على الانقلابيين. وهذا الأمر أعطى الحكومة دفعة قوية للتحرك على الأرض ولانتصار في المعارك. الأمر الذي يستدعي الآن الوصول إلى نهاية العملية
هو بعملية سلام وليس بعملية اجتثاث، لكن عملية السلام تعيد الدولة وتنهي الانقلاب وأيضا تعيد أسلحة الدولة وتطبق المرجعيات الثلاث التي يمكن من خلالها إكمال عملية الانتقال السياسي للسلطة. نعم، الآن والد الشيخ ستنتهي فترته أو تكليفه في نهاية مارس أو مطلع إبريل القادم، هل سيستطيع في الشهرين هذه عمل ما لم يستطع فعله في على مدى عامين؟ الأمر متعلق بمدى استجابة الانقلابيين وليس بمدى قدرة المبعوث الأممي. المبعوث الأممي خلال الفترة الماضية عندما كان الانقلابيون لا زالت لديهم جزء من القوة تحرك في إطار ربما داعم لهم وليس ضد توجههم، حتى أن الرؤية التي وضعت من جون كيري وتحرك بها مندوب الأمم المتحدة بعيدة جدا عن القرار الدولي، وهو ما جعل الحكومة اليمنية ترفضه بشكل تام، وبالتالي الآن حتى لو تحرك وطالما هناك رفض فالأمر بالتأكيد سيكون نهايته فشل ذريع له ولأدائه. لكن دعينا نتحدث عن ما مدى قدرة الانقلابيين خلال الفترة القادمة الصمود أكثر في وجه الشرعية وهي تقترب أكثر من العاصمة صنعاء وتقترب من تحقيق سيطرة كاملة على الساحل، وبالتالي معناه عمليا تصبح موارد الانقلابيين في حالة صفرية. أنا أعتقد أن الانقلابيين دائما عندما يشعرون بحالة من التراجع يبحثون عن أي عملية سياسية أو مفاوضات تعيد لهم الأنفاس ولكن لا تحقق عملية السلام، وبالتالي الآن يحتاجون جدا لتحركات والد الشيخ، وأنا أعتقد أنه سينجح في هذه المرحلة في هذه الشهرين ولكن لم ينبئ بذلك استباقهم. نعم، ولكن لم ينبئ ذلك استباقهم لزيارة والد الشيخ لهم في عمان بعودتهم إلى صنعاء. سيد عبد السلام، تفضل بالبقاء معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث من بيروت مدير مركز صنعاء للدراسات السيد ماجد المدحجي. مرحبا بك سيد ماجد. مرحبا بك. أهلا بك سيد ماجد. جولة جديدة لوالد الشيخ في المنطقة لبحث استئناف المسار السياسي للأزمة اليمنية، ما الجديد في هذه الجولة برأيك؟ بتقديري لا جديد في مسار الجولة الأممية الجديدة، يعني في الأخير فرص إعادة إنعاش مسار السلام اليمني، فرص موؤودة سلفا. نحن الآن في الأخير جولة المفاوضات الأخيرة التي دشنها سابقا والد الشيخ كانت مسنودة أساسا بتحركات وزير الخارجية الأمريكي وباجتماع الرباعية الذي عقد في لندن، الآن لا يبدو أن هناك أي غطاء دولي يسند هذه التحركات مع انسداد أفق التنازلات السياسية من قبل الحكومة الشرعية ومن قبل الحوثيين. يبدو أنه لا خيارات أو فرص متاحة أمام هذه الجولة لتحقيق الاختراق بتقديري. نعم سيد ماجد، هناك من يراهن على تغيير موازين القوى على الأرض وخاصة بعد الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في معارك الساحل الغربي، ما رأيك بهذا القول؟ أنا شخصيا أتحفظ كثير أن هناك تغيرات كبيرة على ميزان القوى، يعني نحن نتحدث عن معركة ما زالت في حدود مديرية ذباب. نعم. لا نتحدث عن النخل، لا نتحدث عن كل سهل، بالتالي لا زالت الأوزان القوى العسكرية هي ذاتها التي استمرت على مدى سنتين ونصف، بالتالي لا تحقيق اختراق يجعل من الطرف الحوثيين أكثر قدرة على المطاوعة أمام الحكومة الشرعية وبالتالي الاستجابة للقرار مجلس الأمن الدولي. أقصد أنه بس الآمال يجعل النتائج صادمة لعموم الناس. نحن الآن ما زلنا ننتظر إذا حدثت تحركات حاسمة تغيير مثل الجبال، لكن لا يبدو أنا بتقدير الرهانة هذه باكرة، وبالتالي التعويل على كونهم على كون ضعف الطرف الآخر العسكري ممكن يفتح مسار سياسي، هذا التعويل يراهن كثيرا على يعني تعويل مجاني إذا صح التعبير. نعم، إذن سيد ماجد تفضل معي واسمح لي لأن أعود إلى السيد عبد السلام محمد. سيد عبد السلام، وفقا لمعطيات سابقة كل المفاوضات السياسية التي فشلت في إحراز نتائج عملية تتعلق بوقف إطلاق النار، إلى أين يمكن أن تقود هذه الجولة في حال الاتفاق عليها
خاصة مع وجود الآن اشتداد المعارك على الأرض؟ هذه الجولة وغيرها من الجولات التي نتوقعها قد لا تحقق السيناريو الأول الذي نتحدث عنه، وهو الوصول لاتفاق سلام يعيد الدولة وينهي الانقلاب. هذا الأمر متوقع أنه لن يحصل، وبالتالي معنى هذه المشاورات مهما بلغت ومهما تكررت هي في حكم الفشل. لكن يعني ميزة المشاورات هي أنها تعطي حد على الأقل يعني للجرائم المرتكبة بشكل يومي. نعم. خلال السنتين الماضية من قبل الانقلابيين، وخاصة بالذات القصف العشوائي وأيضا ضرب الصواريخ على المدنيين، وأيضا حتى التعدي على الحدود ودول الجوار. لكن لا ميزة فيها هناك ولا إيجابية. وما نتوقعه أن محتاجة الحكومة الشرعية لعملية عسكرية تحدث فيها تغير أكثر من الحاصل، حتى يمكن أن نقول أن تكون هناك مشاورات تفرض الاستسلام، ولا تفرض السلام فقط، تفرض الاستسلام على الانقلابيين بتسليم العاصمة صنعاء وتراجع عن الانقلاب. نعم، أنت تفضلت سيد عبد السلام أن نجاح الجولات يرتهن على مدى استجابة الإنقلابيين، وفد الحوثيين يستبق زيارة والد الشيخ إلى مسقط بعودته إلى صنعاء. ما الذي يشير هذه الاستباقة؟ طبعا الإنقلابيون بشكل عام والحوثيين بشكل خاص هم يبحثون عن نقاط قوة، لكن ماذا تحت الطاولة؟ هذا الأمر يجب أن نفهمه. هناك تنازلات واضحة جدا من قبل الحوثيين للأشقاء في الخليج خلال مفاوضات سرية، وهذه تحدث عنها الإعلام كثيرا، ولكنهم لا يريدون إظهار هذه التنازلات، وهم لا يريدون تنازلات فعلا للجانب الوطني، وإنما يريدون تنازلات قد يكون للإقليم. هذا الأمر أيضا يدعنا نبحث عن سؤال: أين تيار الانقلاب الآخر أو الوجه الآخر للانقلاب، وهو المؤتمر الشعبي العام وعلى عبد الله صالح؟ بمعنى أن هناك ربما أشبه بفجوة ما بين طرفي الانقلاب، وهذا ما يجعل الانقلابيين يتحركون تحركات ربما غير مرتبة ومتناسقة مع وفدهم التفاوضي الذي يمثله الجزء الآخر أتباع علي عبد الله صالح. نعم، سيد عبد السلام، الآن موافقة الحكومة بالعودة إلى المشاورات، هل تمت وفق ضمانات، وفق خطوط واضحة من قبل المجتمع الدولي؟ الحكومة اليمنية هي وضعت سقف واضح جدا للمشاورات، بعكس الحوثيين الذين يرفعون السقف تارة وينخفضون بالسقف تارة أخرى. السقف الواضح هو سقف المرجعيات الثلاثة، لأي في إطار مخرجات الحوار الوطني، القائمة على المبادرة الخليجية في الانتخاب، وأيضا القائمة على القرارات الدولية بالذات القرار 216. وهذا الشخص هو يعني ثابت خلال الفترة الماضية والآن، وبالتالي أي عودة للمفاوضات هو تحت هذا الشرط. ونعتقد أن هناك تراجع من قبل الانقلاب، إذا ما قسنا المسألة برمتها أن هناك تراجع في التفاوض. نعم. على كثير من الأمور تحت هذا الشخص، وهذا. نعم. أمر محمود، لكن ما هي نتيجة هذا التفاوض؟ نحن نعرف أن الانقلابيين يبحثون عن وقت فقط لإعادة ترتيب أوراقهم على الأرض. نعم، إذن السيد عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. بالعودة إليك سيد ماجد، إن كان فشل والد الشيخ وهو يحظى بدعم كامل من الإدارة الأمريكية والدول الـ18، والآن الإدارة الأمريكية مشغولة بالترتيبات الجديدة لنقل السلطة إلى ترامب، وكذلك الأمم المتحدة مع طلوع المبعوث الأمين العام للمجلس، لا تضاف كل هذه العوامل إلى عراقيل أمام والد الشيخ؟
بالتأكيد يعني نحن نتحدث إنه أي جهود إقليمية أو دولية لطبع الملف اليمني في صدارة الاهتمام لن تحدث قبل 5 أشهر أو 6 أشهر على الأقل قبل استقرار إدارة ترامب واتضاح أو بدء ترتيب أولوياته فيما يخص الشرق الأوسط التي ستكون اليمن ضمنها. وبالتالي نحن نتحدث عن يعني في الأمد الذي هو متفائل جدا نضع إنه اليمن ستعود على طاولة الأجندة الدولية ليس قبل 6 أشهر على الأقل بدءا من الآن أو من تاريخ تنصيب ترامب. لذلك لا فرص باعتبار انه موازين القوى العسكريه لم تتغير كثيرا، وبالتالي الاطراف لا زالت جامده في مواقفها تجاه فرص السلام. وفي ظل انشغال الفاعل الدولي الاهم هو الولايات المتحده في عمليه الانتقال السلطه ما بين اداره اوباما واداره ترامب، فالملف اليمني الذي يقوده مبعوث الامين العام لن يحظى بفرص او قدره على انه يتحرك الى الامام قياسا بما هو وضعه الحالي. التحرك قد يكون تحرك اسماعيل ولد الشيخ له علاقه باستكشاف او بتعديل الخارطه اكثر من كونه بفتح مسار مفاوضات او نقاش حول بعض الخلفيات او حاول استكشاف تغييرات المواقف او فرصها، لكنه لن يكون باتجاه تدشين مسار مفاوضات بالمعنى المباشر بهذه الكلمه. نعم سيد مجد، بحديثك عن التعديلات على خطة ولد الشيخ التي هي بالأساس خطة كيري وزير الخارجية الأمريكي السابق وفق ملاحظات الحكومة، لماذا كل هذا التطويل في استيعاب ملاحظات هي في الأساس جوهر المفاوضات منذ البداية؟ هناك من يرى أن المبعوث الأممي يعود بالمفاوضات في كل مرة إلى نقطة الصفر. عزيزتي، هذه النقاط التي طرحت في الموضوع هي جوهر الأزمة اليمنية الآن. يعني منذ لو تتذكرين منذ بدء منذ فرض الحوثيون الإقامة الجبرية على الرئيس هادي في صنعاء، طرح على طول موضوع تغيير الرئاسة، طرح موضوع إقامة مجلس رئاسي أو نقل الصلاحيات، أو أقصد أنه والآن تضمنت الخطة فكرة نقل الصلاحيات الرئيس هادي. بالتالي جوهر أحد جواهر الخلاف الأساسية هو موضوع موقع الرئيس هادي في عملية انتقال السلطة أو التسوية السياسية القادمة التي مع الحوثيين ومع المنظمة، هو احتفاظه أو عدم احتفاظه. فبالتالي النقاش الذي يخاض في مضامين الخطة الأممية أو النقاش الذي يتبادله الجميع في موضوع الرئاسة، ناهيك عن موضوع سحب السلاح وتسليم المدن، وهذه هي مضامين الأزمة السياسية اليمنية. ولذلك نعم سيطول النقاش فيها وسيتعقد، وتلعب متغيرات كثيرة في هذا النقاش، متغير المتغير السياسي والعسكري على الأرض. إذا استطاعت الحكومة الشرعية أنها تحقق اختراق كبير على الأرض وليست فقط بيع وهم للجمهور الذي ينتظر، يعني فهذا سيخلق لها قدرة على فرض خياراتها السياسية وتعديل الخطة. إذا لم تستطع فستظل الخطة بهذه المضامين باعتبارها السقف الذي واضح من المجتمع الدولي قدمه لكل الأطراف. يعني خطة تقول بنزع الصلاحيات والرئيس هذه أو تقاسمها معه، واضح انه كانت في لها غطاء دولي من قبل الامريكان تحديدا. ولذلك على الحكومه الشرعيه اذا ارادت ان تغير هذه المضامين تغير الحقائق على الارض، ويبدو انها حتى الان لا تستطيع فعل ذلك. نعم، إذا سيد ماجد المدحجي مدير مركز صنعاء للدراسات كنت معي من بيروت، شكرا جزيلا لك. ولمشاهدينا الكرام ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي، مرحبا بك سيد سليمان. أهلا، مساء الخير لك ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. أهلا بك سيد سليمان، في تقديركم التحركات الأممية الأخيرة وتحركات ولد الشيخ ولقاءاته بعدد من المسؤولين في الرياض وقطر وغيرها، إلى ماذا قد تخرج هذه المرة؟ نعم، هو في الواقع أنه ولد الشيخ الآن يتحرك في المرحلة الانتقالية للإدارة الأمريكية، وهو في الواقع لا أعتقد أن هذه المرحلة هي مرحلة حسم أو مرحلة وضوح، هي مرحلة مداولات ومناقشات، وهي يعني لن تشهد حسم حقيقي على المستوى السياسي، لأنه هو فقط لملء الفراغ الذي حصل بعد الرباعية، هو لملء الفراغ الحاصل الآن بعد انتقال السلطة في واشنطن. ولذلك طبعا نحن نعرف أنه والموفد الأممي يتحرك وفق الإيقاع الأمريكي، لا شك في ذلك. نعم. وأنا أعتقد أنه كل المناقشات والجولات هذه التي يقوم بها هي في واقع الأمر مجرد تهيئة
لمرحلة قادمة، وبالتأكيد أنه المرة دي لديها أفكار تغيرت عن الجولة السابقة. الآن لدي خطة معدلة، والخطة المعدلة تؤجل التغيير في مؤسسة الرئاسة إلى ما بعد تشكيل الحكومة وعملها، كما أنها لم تفرض نسب معينة وتركت ذلك المتفاوضين فيما يتعلق بتقاسم السلطة، يعني مقادير تقاسم السلطة بين الطرفين أو بين الأطراف المتصارعة. سيد سليمان، إذا ما تحدثنا عن موقف دول التحالف العربي، أين يقف بالضبط في هذه اللحظة؟ أنا أعتقد أن دول التحالف تمثل غطاء سياسي للحكومة الشرعية، تستوعب الضربات أو الضغوطات القادمة عليها أحيانا بالاحتواء والاحتضان والموافقة، وأحيانا بالمناورة والتكتيك السياسي، وترك للحكومة الشرعية أن تكون في أقصى اليمين بحيث أنه تمثل خط الدفاع الأخير للضغوطات الخارجية. وأعتقد أن هذا التوزيع في الأدوار بين الحكومة الشرعية وبين حلفائها الإقليميين قد نجح في تبادي الضغط الأمريكي الذي كان يقوم به جون كيري، والذي كان متعاطفا مع الإيرانيين بحكم ارتباطاته التجارية وبحكم مصاهرته لشخصية إيرانية. والآن يبدو أنا في تقديري أنه لن يكون الضغط الأمريكي بالضغط السابق، ولن يكون الحماس الانقلابيين في صنعاء بنفس الحماس السابق لكيري وإدارة أوباما. وعلى هذا فإنه يتوقع إنه المرحلة القادمة ستكون أكثر يعني راحة للحكومة ولحلفائها، ورأينا ذلك نحن كمراقبين في الأداء العسكري. الأداء العسكري، بالحديث عن الأداء العسكري سيد سليمان، المناوشات المستمرة للميليشيا على الحدود، كيف يمكن أن نفهمها في ظل الحديث عن العودة إلى المسار السياسي؟ كيف تتعامل معها السعودية؟ هذا أختي طبيعي أن الحوثي الذي يفقد الأراضي داخل اليمن بفعل الضربات العسكرية من الجيش الوطني ومن المقاومة ومن السلاح الجو التابع للتحالف ومن الأساطيل البحرية، بالتأكيد أنه يبحث عن خيارات أخرى. عندما يفقد أراضي ومواقع عسكرية استراتيجية على الأرض سيلجأ إلى خيارات ذات طابع دعائي مثل الحدود السعودية، لكنها هذه خيارات فاشلة، لأن الجيش السعودي له بالمرصاد. أنا أعتقد أن الهجمات على الحدود السعودية هي عمل انتحاري، لأن جميع من هاجم الحدود السعودية قضى نحبه وقليل منهم من نجا. ولذلك أنا أعتقد أن هذا الخيار خيار كارثي للانقلابيين، وليس أمامهم من خيارات. ورأينا كيف أنهم ابتدعوا فكرة جديدة وهي عملية التنكيل. أي تنكيل؟ التنكيل الآن يتم فيهم ويوجه إليهم. وإذا كان التنكيل الذي يزعمونه هو في الصواريخ، الصواريخ ثبت فشلها، الصواريخ أسقطت في باب المندب وأسقطت في العند وأسقطت في مأرب وأسقطت على الحدود السعودية، وثبت فشل هذه الخيارات التي كانوا يسمونها في السابق الخيارات الاستراتيجية إذا تذكرين، والآن يسمونها التنكيل. خياراتهم ضعيفة جدا، وأنا أعتقد أن الوقت هو لصالح الشرعية والميدان لصالح الشرعية، وعلى الشرعية أن تكسب المخا في وقت قريب قبل أن تتسلم الإدارة الأمريكية الجديدة السلطة.
نعم، إذن الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من زوايا الحدث. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من الرياض سيد عبد السلام محمد رئيس مركز أبعد للدراسات، ومن بيروت السيد ماجد المذحجي مدير مركز صنعاء للدراسات، ومن السعودية الكاتب والمحلل السعودي سليمان العقيلي. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من زميلي من الإعداد كمال حيدرة. نلقاكم على خير.